ناس تصلي وتظلم وتاكل حقوق الناس، في ناس تصلي وتتكلم بأعراض الناس. أروى اليمنية تهاجم إلهام الفضالة وتعبر عن استيائها من تصرفاتها وزوجها شهاب، والأخيرة ترد على منتقدي زواجها بطريقة خاصة ومميزة. إيش قصة الناس اللي بتطلع صارت تحط كل مشاكلها على السوشيال ميديا الشخصية؟ يعني ليه الفضايح؟ يعني ليه كل حدا طلق لازم يطلع يقول أنا اتطلقت؟ لا تزال أخبار الممثلة الكويتية إلهام الفضالة والممثل شهاب جوهر الحدث الأبرز للجمهور والصفحات الفنية، وتصدره مؤشرات البحث والترند العربي. وفي هذا السياق عبرت الفنانة اليمنية أروى عن استيائها الشديد من المشاهير الذين يكشفون تفاصيل حياتهم الشخصية من زواج وطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنة بينهم وبين الفنانين قديما حيث كانت الحياة الشخصية بعيدة عن الرأي العام. حيث قالت في فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات أن إخبار الفنانة للسوشيال ميديا بطلاقها قبل إخبار أهلها هو شيء غير صحيح وغير لطيف، وأن المتابعون ليس لهم الحق في معرفة حياة الفنانين الشخصية. وبدأ من حديث أروى أنها تلمح لقصة زواج الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر عقب حملة الهجوم الذي صاحب إعلانهما زواجهما. أهمني من حبلي ومن أهلي، ما همني من ذم فيني ومن مدحني، عايش لحالي وابدا ما لي شغل بحد. بتقول لي هذا حب نفس وانت اناني؟ بقول لك اي نعم انا اناني. ومن ناحية أخرى فقد ردت إلهام الفضالة على منتقدي زواجها بطريقتها الخاصة المميزة بعد الجدل الواسع الذي أثير على خلفية هذه الزيجة، حيث شاركت إلهام مقطع فيديو على حسابها الخاص في سناب شات للكاتب الكويتي فهد بشارة، وأبدت إعجابها بهذا المقطع متبنية الكلمات التي قيلت فيه، حيث أرفقت إيموجي التصفيق لكي تؤكد أن هذا الكلام يتوافق جدا مع ما يحدث معها.